السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيت نتكلم لكم على واحد الموضوع بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيعانيو كيقولوا فلتر اوسموزر وكيعانيو كتكون عندهم مثلا اللي في الكوزينه ماشي بحال هادو مثلا هذاك اللي انا كتكون فيهم التخضر كاينه نتاع الفلتر روبين الفلتر وروبين ديال البرد والسخون، ولكن كاين اللي كيكون عندك اللي في الكوزينه ديال البورسلين كيكون صعيب باش تقبو. كاين بعض الناس كيبغيو يديروا اوسموزور كيكون المشكل ديال الروبينيات كيتخسروا وكتلقى خصك تشريها باش تبدلو. انا جبت لكم الحل، كاين هذا النوع ديال الروبيني هذا اللي كيكون فيه ثلاثه ديال الفلتر، ثلاثه ديال عفوا ثلاثه ديال الفيكسيلو. شوفوا كما كتشوفوا معايا هنا فيه فيكسيل ديال البرد فيكسيل ديال السخون، وهذا هو اللي كيركب فيه الفلتر اوسموزور. الا جيتي لاحظتوا هنا عندنا جوج ديال الصوت، وحده هنايا هذه كيخرج فيها البرد والسخون، ما البرد والسخون مثلا من هنايا هكايا، وهذه كتكون راكبه بحال هكا مثلا بحال هكا باش تعرفوا هنا البرد والسخون، وهذا ديال الفلتر اوسموزور. غادي تقول لي انا الفلتر اوسموزور ما عندوش الفيكسيبل ديالو، ما التيو ديالو ما كيكونش ان دو ميتر والو. هما راه كيجيبو معايا هنايا جوج ديال البياس، هادو جوج ديال البياس الى لاحظتوا كاين هنايا انكار وهذا طرواويت، هذا على حسب التيو باش كتركبو مثلا هنايا وكتركب فيه التيو ديال الاوسموزور كيولي عندك بلا ما تحتاج الروبيه ديال الاوسموزور، كيولي عندك هذا هو كامل هو راكب كيكون فيه البرد والسخون راكب وباس الاوسموزور. بالنسبه لهذا الموديل هذا راه كيكونوا قليلين في السوق، وكاين كاين كتكون فيهم الجوده ديالهم ناقصه. هذا ديال السبليور كريفيما ماركه مزيانه كريتو مزيانه، الروبيه راه تقول كيما الكلوب تقول ديالو كيما كان مزيان، هذا هو الفيكساسيون ديالو راه ساهل. الثمن ديالو هذا 1100 ياك السي؟ 1100 هذا الثمن ديالو 1100، وكاين الكحل ديالو 1200. انتم غتشوفوا الكحل ديالو اللي داير حتى هو نفس الخاصيات ديال هذا فهاد هذا النوار ديالو، راه الثمن في المتناول الناس كيقلبوا عليه ما كيلقاوش. ها هو النوار ديالو الكحل ديالو تا هو راه كيهضر على الروبيني، تجي دير البرد والسخون على اليسار ديالو وتجي ديرو على اليمين ديالو، يعني كتقلب كيما بغيتي. كيكون هادو شنو كيعطي على حسب الشكل ديال الكوزين، هو راه كاين ثلاثة ديال الفيكسيبل البرد والسخون وديال الفينتراسيون ديال الاوسموزور. هذا كيهنيك بهداك الروبيني ديال الاوسموزور كيما قلت لكم، ملي كتبقى مع المدة كيخسر خصك تشري 200 درهم يا قليلة 200 درهم، هذا كيهنيك منه. وانت درتي روبيني مزيان في الديزاين ديالو زوين، شي حاجه كاليتي مزيانه، و حتى الثمن كما قلت لكم 1200 درهم، والاخر الكرومي 1100 درهم. كاين دابا حاليا جوج الالوان، اللي بغى هاد الموديلات هادو راه غنخلي لكم النمره نتاع الشركه اللي كتبيعو سانيتير هارون، غنخلي لكم النمره ديالو تواصلوا معاه وراه غيدير معكم ثمن مناسب. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتلاقاو ان شاء الله في موضوع اخر.